السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. أدري إن الوقت متأخر مثل هذه السنابات، ولكن بعض المواضيع كبيرة جدا كبيرة جدا، وتحس في خاطر الرجال اللي فيه خير ربعه وبلاده. وأنا ما تكلمت إلا أنا عارف إن قدري عند معازيبي، وعارف إن قدري في البلاد اللي أنا فيها. أنا أول شيء حفيد محمد بن الدعية هذيل مواقف مع الشيخ عبد الله بن قاسم ومع الشيوخ حق قدر كلهم. والشيء الثاني من صبيان الاسنيدي من صبيان البحيح، هالبلاد ذا مين مخلقنا. فيه موضوع حاصل انا بامكاني اني ما اتكلم عنه في السناب، ولكن الظروف ما هي بموات يعني اني خاطب طول العمر، ما عندي استطاعة اني اقابل. في عائلة من الاسنيد بعضهم عجوز بعضهم مرة وبعضهم رجال مسحبت من جنسيهم وهم عليهم خطأ، وهذا ما يرضينا. هذا نداء لسمو الامير، شوف وضعهم طلعهم.